وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الفقه حيات، ونحن وأنتم في الجزء الأخير من شهر الخير. نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله، نحن وأنتم ومن تحبون بإذن الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيدي الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله بكم. وفقتم إن شاء الله. اعتذار للإخوة الكرام المشاهدين عما حصل في آخر 5 دقائق من حلقة يوم أمس، ربما كان هناك خلل فني أدى إلى انقطاع البرنامج في آخر سؤالين سنجيب عنهما إن شاء الله في هذه الحلقة. سيدنا، الآية المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ مولانا المصطفى الكريم. فضل سيدنا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جناب الأستاذ مرتضى، الله سبحانه وتعالى في مجموع أو على حال جملة من الآيات الكريمة يبين هذه الحقيقة، أنه يوم القيامة لا يظلم أحد. نعم. كل واحد يعطى جزاؤه. نعم. الذي يستحقه، بل الله سبحانه وتعالى يتفضل على الناس بفضله ورحمته على أنه يعطيهم أكثر مما يستحقون. نعم. فيما يرتبط بالإحسان. أما الظالم أما الكافر أما العاصي، رب العالمين عليه حال يعطيه ما كان يستحق من العقاب ومن الجزاء. نعم. واللطيفة في سورة الزمر، رب العالمين لما يتكلم أنه لما تنصب المحكمة الإلهية الكبرى، نعم، يعني يتكلم الله سبحانه وتعالى عن مراسيم افتتاح المحكمة. نعم. لطيفة، خلق الآية جميلة. فضل. ونفخ في الصور، شوفوا بداية المحكمة راح تتشكل. ونفخ في الصور، في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يتكلم رب العالمين عن النفختين، نفخة الموت وأنه يفنى كل شيء ويبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفخة النشور اللي هما يجلسون. هاي الجلوس يتكلم رب العالمين شلون راح تشكل المحكمة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، يعني السجلات، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ماكو شيء اسمه ظلم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذه الآية اللي أريد أقف عندها. شوفوا، ماكو واحد يقول ها مولاي ما كنت أدري، ها لأنه أنا ما أدري كذا، مولاي أنا كنت نايم. رب العالمين يقول أنا أدري أنت كنت نايم، بس هاي نومتك أنا رفعت القلم عنها. نعم. الله يقول النائمون أنا أرفع القلم عنهم. قال النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن 9، النائم حتى يفيق أو حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ أو والمجنون حتى يفيق. زين، أنا وضعت عنك القلم بس أنت نومتك ما كانت محلها، قبل صلاة الصبح أنت تخلي راسك تنام وسهران على الكذا، أنا أعاقبك على هالنوم هاي وتقول لي يا رب أنت بقيت أنا النائم. لا، نعم، ولكن أعرف أنك نمت وتريد الفيلم، طلع الفيلم أمامك. شون أنت قبل صلاة الصبح بدقيقتين خليت راسك نمت، تعجزت نفسك. فأيها الأحبة، أكو قضية مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يعطي القضايا حسب تعبيرنا باليد، يعني يسلم الكياه وحدة وحدة. نعم.
ولا يدخل أحدا النار إلا أن يعترف صاحب النار أنه يستحق النار. هاي هواي لطيفة. نعم. يعني أنت دخلك السجن يقول له أنت تستحق، يقول نعم أنا أستحق السجن فأنا أدخل. يعني ماكو ظلم وماكو نوع من حسب تعبيرنا التوريطة، لا هذا حسب الأعمال. الأعمال بس يحرب رب العالمين يأكد على نقطة مهمة في قضية المعاندين وأهل النار، أنه عندهم صفة التكبر. إحنا في بالنا أن المتكبرين ذول اللي عندهم فلوس، متكبرين ذول اللي عندهم مناصب، متكبرين اللي يشوفون نفسهم زايد. ترى إخواني هذول أجلى مصاديق المتكبرين، ذول متكبرين بس إحنا يمكن هم متكبر. يحتاج توضيح الموضوع. أحسنت. يعني فقير ما عنده ثوب لبسه بس هو متكبر. سيدنا شلون إذا هو حسب تعبيرنا كل شيء ما عنده شنو يتكبر؟ مشكلته الإنسان بعض الأحيان تكبر بمظاهره وأمواله وأزيائه وعشيرته وأولاده، بعض الأحيان لا تكبر لأنه اللي باله ما يتنازل عنه، اللي باله يعني الفكرة اللي عنده بابا فكرته غلط شوية انزل انزل على الفكرة هذه شوية، استجيب اعطي من نفسك حتى أن تفهم الصح شنو. نعم. عندما نرفض الفكرة الصحيح، عندما نرفض الرأي السديد، عندما نرفض الحكمة فإننا متكبرون. نتكبر على الحكمة، نتكبر على الفكرة السديد، نتكبر على الرأي الصحيح. تكبر بمعنى العناد. نعم. تكبر هنا بمعنى العناد. اسمعوا الآيات رجاء، احنا في أواخر شهر رمضان، أريد حسب تعبير نضع بعض النقاط على الحروف في أواخر هذا الشهر الكريم. إذن نصبت المحكمة الإلهية، بعدين شو يقول؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الفريق الأول وين راح يروحون؟ جهنم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، باب جهنم انفتحت أبواب جهنم وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. خزنتها اللي هم مسؤولين جهنم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ما أجوكم فلان سيد أدى برنامج القناة اليومية كان يطلع لك، ماكو فت شيخ كان يشوفك بالمسجد بعد صلاة الجماعة يحكي لك حكايتين، ما دزينا لك واحد بالشارع حكى لك وينبه قال له عمو هذا مو صحيح، مو دزينا لك واحد قال لك ترى هذا الفيلم ترى مو لطيفة يوصلك للداهية. ما رسل منكم، رسل منكم، مو أنه أنا والله ما شفت محمد صلى الله عليه وآله، ما شفت رسول يعني الله، مو فقط الأنبياء سيدي. أبدا. نعم. أنا أرسلت الأنبياء منكم من عنصر البشر، وأرسلت الأئمة من عنصر البشر، وأرسلت لكم من ينذرونكم ينبهونكم. يمكن يكون حسب تعبيرنا يمكن يكون واحد مستطرق مثلاً. مستطرق أحسنتم، أو الأب نفسه سيدنا، أو الأب نفسه أحسنتم. نعم. ألم يأتكم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ما نبهوكم ترى يوم الأيام راح تلتقي الوجوه راح تتحاسبون. قالوا بلى. شوفوا قالوا بلى. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. تقول بلى، ما تقول بلى، النتيجة شنو؟ جهنم. قيل ادخلوا هنا شوي انتبهوا، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لا إله إلا الله. هنا بعد ماكو المتكبرون يعني الأمراء والسلاطين وأصحاب النفوذ والأموال، لا كل أهل النار متكبر. واحد يسأل سيدنا أهل النار قد يكون الناس حسب تعبيرنا فقراء معدمين، عندهم تكبر في أن لا يقبلوا الحقيقة. حقيقة لابد أن نخضع لها يا شباب، حقيقة نخضع لها. شوية اسمعوا حكاية والله تفيدكم. أنا ناصح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ناصح لكم أمين، أنا أريد خيركم. ذولا منه الفريق الأول. الفريق الأول
وسيق الذين اتقوا ربهم. نعم. اجوا المتدينين. وشتان بين هذا السياق وهذا السياق. احسن السوق ها. نعم. لما يساق ذاك الفريق غير هذا الفريق الذي يساق الى من؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. حتى اذا جاءوها هم نفس الحكي، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها منو؟ رضوان وجماعته على حال خدام الجنة. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. رزقنا الله وإياكم هذه اللحظة. إلهي آمين. وقالوا هم أهم شيء يقولون والحمد لله الذي صدقنا وعده. قالوا لنا جماعة ترى أكو نار أكو جنة دير بالكم هنا شوية تتحمل لذة أبدية. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أيها الأحبة، الله لا يظلم أحدا وكل سيلاقي جزاء عمله، إن كان عملا حسنا فسيكون ماذا؟ يساق إلى الجنة، وإن كان عملا سيئا لا سمح الله سيساق إلى جهنم. بس الشيء اللي أريد أأكد عليه أنه يا جماعة يا أخوة تعالوا لنخضع إلى الحقائق. هذا التهويل الإعلامي والزيف. نعم. الإعلامي الزيف الحقائق هذه ترى واقع الحال شوية تتأملون شوفون كسراب، سراب ما بشيء. وأكثر هذه القضايا في الواقع تقول وين سيدنا؟ شو ماكو شيء؟ فلان عنده مليارات والسيارات والقصور وكذا، ما يخالف، بس وين الآن؟ ما أريد أجيب أسماء، أسماء كبيرة كانت تملك وكانت ملي على حال، يعني ما أريد. خلينا نقول قارون سيدنا. قارون، صدام، رسول الله عليه. صدام، قارون، صدام، فرعون، دولة وين؟ والله وين يا جماعة؟ لما أشوف الأفلام شو كانوا كذا، تهو. الذين فيه يعني الذين لا يتمتعون بالسلطان وأموال وأمارات وفخفخة، هؤلاء أرضية قبول الحقائق فيهم أكثر، لولا تضليل المضللين. يعني الإعلام جاي يضلل، الإعلام يخلي حتى هذا الفقير ما يفكر عدل، يخلي حتى هذا الإنسان اللي هو يريد يخضع بس ما يسمحوا له بالتزييف والتضليل. فتعالوا أيها الأحبة أواخر رمضان، وأكو فرصة، أكو فرصة كبيرة، بس الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين نساق إلى الجنة. سيدنا هيك يعني إشارة سريعة، هل يعني ألزم الله نفسه بالوفاء بالوعيد كما ألزم نفسه بالوفاء بالوعد؟ يعني مقتضى العدالة الإلهية، مقتضى العدالة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بذلك، حيث أنه يجازي المسيئين جزاءهم ويجازي المحسنين بجزائهم. نعم، رب العالمين قد ماذا؟ قد يغفر لمن كان مسيئا بشفاعة الشافعين، ولكن هذا الذي يشفع له هناك شروط وأرضية للشفاعة، مو أنه واحد حسب تعبيرنا عاصي وبكله يأتي يقول خو أين شفاعة الشافعين؟ شفاعة الشافعين عندما تكون هناك إمكانية الشفاعة، لا أن أنت تارك الصلاة وفاعل المنكرات وشارب الخمور لاعب الطنبور مدري إيش، وبعدين يقول خو أين شفاعة الشافعين؟ شفاعة الشافعين لمن كان يصلي، لمن كان يصوم رمضان، بعدين يقول يا ربي ترى فلان قضية غلبني هواي، فلان قضية ما أدري أخذتني شقوتي. ولكن في النهاية أكو شيء اسمه أرضية الشفاعة، إحنا خل نوجد في أنفسنا أرضية الشفاعة حتى نقدر أن نتمسك بهذه القضية. إذن على بركة الله إخوة الكرام نبدأ بالإجابة على التساؤلات واستقبال المشاركات من خلال الأسئلة التي ترد إلى البرنامج، الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا عبر تطبيق المجيب. أيضا الأسئلة اللي سيدنا رحلناها من حلقة اليوم أمس كان سؤالنا الأخت فاطمة عن علاج والدتها، عندها خلل بالرئة وعلاجها تأخذها عن طريق كبسولة صغيرة تسحب من الفم للرئة. بس قبل الإجابة على هذا السؤال
ناخذ اتصال. ابو قاسم تفضل. بالنسبه للايام اليوم ايام القدر، نعم ايام القدر يعني لا صليت تقدر تكمل من فرض الصبر او فرض الظهر وتقدر تشرب وتحكي تتكلم داخل العباده يعني؟ اي يعني مثلا تكمل فرض وتحكي وما تحكي ولا تكمل كل اي والله بعد انهاء يعني. شوف عن اللي افتهمته من كلامك اذا كان صح او خطا صحح لي، يعني تقول لما واحد يخلص فرض معين يصير يتكلم كلام عادي ويرجع يصلي الفرض اللي بعده، هيك قصدك صح؟ اي نعم. إيه. ليش ربطت بايام القدر وليالي القدر؟ خو هاي بعموم حياتنا يعني. لا احنا بس مال القدر. ها 100 ركعه. قال 100 ركعه يقدر يتكلم بينه. واحد النوع عندنا. واضح. عندنا بالنسبه يوم 23. نعم. ويوم 19 صلينا يوم 23. واضح حبيبي. هم مصليها له شنو؟ عيد يا عفوا. صلينا صلاه القدر يوم 27 هم نقدر نصلي منها او نصليها. ها 27. اي نصليها او نصليها او نصلي نص منها. ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم، تحياتي لك وشكرا جزيلا. الاخ ابو قاسم، اذا مستمرون باستقبال المشاركات اخوتي الكرام. عندنا اتصال من ابو رقيه صح؟ رقيه تفضلي اختي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمه الله. عندي بنتي بسان ابتدائي. نعم. كانت هي كلش شاطره بدايه السنه، بعدين صارت كلش نزل مستواها، فاني رحت سالتها قالت لي مع انه كلش مستواها نزل، انا ظليت اضربها حيل يعني استرقت روحي. اي ظليت اضربها لما صار زراق يعني برجعها. انا كلش انقهرت ويعني وظليت افشي عليها وهاي لان هاي ردت فعلي كانت كلش مو زينه الها. هسه هي قامت كلش ما تحب المدرسه. تبكي تقول انا ما اريد المدرسه، حاولت اقنعها اسولف وياها ما جاي تقتنع. سؤالك اختي رقيه. اي ما اعرف يعني شنو الاسلوب اللي اجي وياها على مود احبها بالمدرسه والضرب الها شنو يعني؟ ان شاء الله تسمعين الاجابه اختي الكريمه، تحياتنا لحضرتك والله يحفظها لك ان شاء الله. طبيعي يعني سيدنا هواي اطفال يمرون بمرحله معينه شوي يصير عندها رده فعل المدرسه وبعدين يرجع بشكل طبيعي. بس قسوه الوالدين مو في محلها. يضربنهم سيدنا ويرجعن يبكن عليهم مره ثانيه. ان شاء الله تسمعين الجواب والنصيحه والتوجيه اختي الكريمه بعد قليل. الاخت رقيه ناخذ رساله صوتيه وبعدها نكمل. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. سيدنا عندي سؤال بروح والديك. سيدنا انا الحمد لله والشكر يعني صايم وصلي اصلي واصوم يعني ما عندي اشكال، بس انا صلاتي شويه يعني كانه ما يعني ما مقتنع بيها. يعني بس اصلي يعني اول ما الله اكبر وسوره الحمد الفاتحه وبعدها الاخلاص واستمر على ذلك يعني شيء مثل 4 ركعات او ركعتين او 3. رغم ذلك يعني انا ما داخل مدرسه او شيء هاي. الله يوفقك تجاوبني. تحياتنا للاخ الكريم، تمنيت ان تطرح سؤالك باتصال حتى شوي نسالك على بعض التفاصيل، ولكن ان شاء الله راح نتكلم بشكل عام سيدنا. بلي. ان شاء الله. تحياتنا للاخ الكريم، شكرا جزيلا. ناخذ رساله صوتيه اخرى. السلام عليكم سيدنا. اقول سيدنا انا بالايام العاديه اسبح، ولما اسبح اثناء ما اسبح يصير وقت الصلاه، فهل يجوز اول ما اطلع من الحمام راسا اصلي لو الا اتوضا؟ زين، هي ما ذكر اغتسال مستحب واجب عادي. نجاوب سيدنا على كل هذه التصنيفات. وبعدها أصلي بدون وضوء. تمام. تحياتنا للأخت الكريمة وشكرا جزيلا. إحنا ليش دائما يعني نركز على الاتصال أكثر من الرسالة الصوتية؟ لأن الاتصال إذا أكو شيء مو واضح يعني نحاول أن نستفهم عنه من خلال الأخ المتصل يعني. عندنا أيضا مشاركة أخرى نسمعها. السلام عليكم سيدنا، بس سؤال، رجلي مكسورة وأجد صعوبة بالوقوف للصلاة. متشفسة من الأصابع نص الساق، أجي الصعوبة بالوقوف للصلاة. عادي أستند على الحائط أو أي شيء يمي يعني أستند عليه أثناء الصلاة؟ جواز الاستناد يعني. نعم نعم. إن شاء الله تسمعين جوابك أختي الكريمة وشكرا جزيلا على المشاركة.
عندنا طبعا عندنا من يوم امس سؤالين او متصلين اثنين، واحد من عندهم تكلمنا عنه الاخت في مساله الكبسوله الرئه، هذه في وقتها انقطع. نعم سيدنا، ومن بعدها ايضا الاخ اللي خطب بنيه ورفضوا اهل البنيه. صحيح. والاخ ايمن من البصره اللي هو كان يسال عن المسير والتنقل والسفر. صحيح. ثلاث اسئله يعني ان شاء الله تعالى. عندنا اتصال من من؟ حسن تفضل اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خويا انا مريض. مريض. مرض صرع. اول يوم رمضان وقعد. نصينا صوت التلفزيون حسن. ايه. اسمعني بس من التليفون. اي عيني. اول يوم رمضان وقعد. نعم. وانا اشتغل وصايم. ولا اسبوعين هم وقعد. نعم. رحت رجعت المستشفى، الدكتورة غيرت لي دواي وقالت لي لازم على هذا الدواء تبقى أقل شيء تكون أسبوع كون أنت فاطر. نعم. هذا حرام حلال علي. واليوم شنو صايم؟ صايم اليوم؟ لا أنا فاطر والله اليوم. جيد. طيب راح يقبط لي فوق 10 أيام وأنا فاطر. تمام. ليش قالت لك أفطر الطبيبة؟ لأن غيرت دواي. وقالت كان دواي ابو 200 بس من خصتك، كان انا دواي ابو 200 حولته الى ابو 50. واضح الدواء صار اقوى. مشكور رحم الله. تحياتنا لك اخي الكريم وشكرا جزيلا، والله يمن عليك بالعافيه والسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا حضرتك. مستمرين باستقبال اتصالات اخواني الكرام. الاتصالات تكون من خلال الارقام الظاهره اسفل الشاشه، او بامكانك ان توجه كاميرا الموبايل على الكود الظاهر على الشاشه وتنتقل الى تطبيق المجيب. سواء داخل وقت البرنامج أو خارج وقت البرنامج تجد إن شاء الله الكثير من الأشياء اللي تنفعك. عندنا رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيد رشيد. بالبداية رمضان كريم. سيدنا أني أطلع للعمل، طبعا العمل يومي، يعني يومي أروح وأرجع للبيت. المسافة اللي أقطعها بالمكان العمل تقريبا يعني هو المسافة الشرعية يعني أكثر من 22 كيلو. فما أعرف يعني صلاة شلون راح تكون. العلم أنا تقريبا صار لي تقريبا يعني ما يقارب نص سنة على هذا شو اسمه على هذا النمط، بحيث أني اللي أسوي إذا أصلي مكان العمل أصلي صلاة القصر، وإذا أرجع للبيت أصليها فهي أكيد أصليها تام. فأريد أعرفه يعني أبقى للدوم يعني تبقى صلاة قصر، لو الصلاة اللي صليتها يعني لازم أعيدها، لو شين الحكم بالضبط؟ إن شاء الله تسمع الحكم أخي الكريم. تحياتي لك وشكرا جزيلا. وضح لنا التفاصيل سيدنا، حتى الفترة اللي صار له يشتغل عليها على هذا العمل يعني صار له نص سنة. أي نعم 6 أشهر. أم جنات أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضلي. من كان عمري 10 سنوات وأمي جزتني أجيب صمون من الفرن. زين. وأريد أعبر الشارع، عمري ما تقدر تعبر الشارع، قالت لي جيبي لي وياك صمون. جبت لها وعبرت ما لقيتها المرية. يعني ما انطيتها الصمون، فما قدرت آخذ الصمون وياي للبيت، خاف أمي تسألني، تقول منين جبت فلوس؟ ليش أبو الفرن أمطعك هالجزائي؟ فلبيتهم أكو برميل بشارع، لبيت الصمون بيه. وهاي صار 9 سنوات أنا يعني من أنا صغيرة تتورر. فالضم هذا الشيء بداخلي، هذا شنو حكمه يعني؟ حرام حلال شيء تسوي؟ شكرا أختي الكريمة على اتصالك. من سرته حسنته سيدنا وساءته سيئته. فجيد الإنسان سيد لما يراجع نفسه دائما حتى على الأشياء القديمة يعني. سبحان الله. الله يحفظها الأخت الكريمة أم جنات إن شاء الله تسمعين. لا شوف المفارقة، إحنا في أي زمن نعيش، ناس يأكلون الأموال بشكل كبير وسلب لحقوق الناس، رشاوى ضخمة، ظلامات كبيرة لا يحرك فيهم شعر. وهذه فتاة وشاب شوفها قبل كذا سيدنا كنت أمشي وما أدري لقيت لي 5000 دينار. الله يحفظهم ويوفقهم. هذه
المفارقة تدرون شنو هذه؟ هي في واقع يسموها البذرة الصالحة، الطينة الطيبة، اللبن الحلال، المال، اللقمة الحلال، هاي تأثر على حال تجعل الإنسان يرجع إلى فطرته السليمة. أحسنتم سيدنا الكريم. تحياتنا للأخت الكريمة أم جنات، شكرا جزيلا لها على اتصالها. تسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل. نأخذ رسالة صوتية، نأخذ رسالة صوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيدنا الطيب، بخصوص غسل الجمعة، مثل ما تعرف يعني هو غسل الجمعة، أما يكون قبل يوم الجمعة يكون بنية رجاء المطلوبية، أو بيوم الجمعة بنية الأداء وما بعد صلاة الظهر نية القضاء المطلقة، وثاني يوم بنية القضاء. الموضوع إذا مثلا أغتسل يوم الخميس بنية رجاء المطلوبية، يصير بيوم الجمعة هم أغتسل غسل الجمعة؟ يعني مضمون الكلام غسل الجمعة يصير تغتسل به، يعني مثلا بالجمعة الوحدة تغتسل أكثر من مرة؟ يعني تغتسل اليوم وتغتسل مثلا قبل يوم، تغتسل بيوم الجمعة، أو مثلا تغتسل الصبح وتغتسل العصر، لو هو بس غسل واحد؟ تحياتنا للأخ الكريم وشكرا جزيلا إلى على سؤاله. منتظر آخر المتصلين، بعدها إن شاء الله نحاول الإجابة على الأسئلة. منتظر تفضل. تفضل يا منتظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منتظر صوتك مو واضح، الشبكة يعني تتقطع، فغير مكانك لطفا، غير مكانك حتى بلكي الصوت يكون أوضح. تفضل اتكلم. تحياتنا للأخ الكريم، إن شاء الله يوم غد بإذن الله يشارك ويانا ونسمع بإذن الله تعالى نسمع سؤاله. لا نكتفي بهذا القدر. إخواني الكرام، نكرر ترحابنا بحضرتك سيدنا، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. نرجع سيدنا شوية للخلف. يوم أمس بقت عندنا ثلاثة أسئلة، سؤال من الأخت فاطمة عن علاج والدتها اللي تأخذها عن طريق الفم للرئة. تفضلوا سيدنا. إخواني، أكو أدوية هي كبسولات، كبسولة فيها بودر. هذا البودر الكبسولة توضع في جهاز صغير بمروحة، يعني لما تخلي الكبسولة أكو ثقوب تصير في الكبسولة، تثقب الكبسولة تصير فيها ثقوب ثلاثة، فالمريض يخليه باعتبار عنده ربو اختناق يخليه فيسحبه بالشهيق. هذا لما يسوي هالشكل المروحة تشتغل وتأخذ البودر الموجود داخل الكبسولة إلى وين؟ إلى الرئة. نعم. الإنسان من يسحب الهواء ما يروح للمعدة، يروح للرئة، فيروح للرئة هذه المادة تروح إلى القصبات الهوائية توسعها حتى تريح المريض. هذا لا يؤثر في الصوم. نعم. هذا لا يضر الصوم، والصوم صحيح لا أشكال فيه. أحسنتم سيدنا. السؤال اللي بعده كان من أحد الأخوة، وكان متألم لأنه تقدم لخطبة فتاة وأهلها رفضوه بداعي أنه هو من غير محافظة وإحنا ما نزوج من غير محافظة. في واقع الحال أنا ذكرت بس البث كان مقطوع. شوفوا إخواني، بعض العوائل ما يصرحون للإنسان بالسبب الحقيقي. نعم. مثلا يجي واحد ما دارس إلى بنته، هو ما يدطي واحد بنته إلى واحد ما دارس أو أمي، بس ما يقول لي لأن أنت أمي، يقول لي عفوا خيرتنا مو زينة، أو أنه مثلا ابن عمها خاطبها. سواحد يقول سيدنا هذا مو كذب كذا، بعيدا عن الكلام هذا أنه كذب تورية ما أدري إيش، إحنا بعيد عن هذه، يعني نشرح للنفس الخاطب صار. إيه يعني يقولوا له فعذر هو قد يكون عذر شنو؟ مو هو الحقيقي. مو هو الحقيقي. واضح. مثلا كان عند الأخ فد نقص معين، أو كان عنده يقول والله لأن بيتك بعيد من ديوانية وبيتنا بالحمزة شوية صعبة علينا. نعم. فإحنا ما نطي. مو هو السبب الحقيقي. ناس ينطون مولانا الأمريكا وإلى بريطانيا، بس السبب الحقيقي شيء آخر لا يقولونه. إما يتعذرون بالخيرة، والله لأن مخطوبة، والله لأن صغيرة، وإحنا ما مفكرين زوجها، لا مفكرين زوجها وليل ونهار نتمنى واحد يجي عليها، ولكن إحنا ما عندنا رغبة ننطيك إياها.
فأنت لا تتأذى حبيبي، لا تتأذى أصلا، والزوجة رزق يقسمه الله سبحانه وتعالى للإنسان. دائما أدعو الله أن يا ربي ارزقني زوجة صالحة على حال تقربني إليك وتحصنني من الشيطان. أحسنتم سيدنا الكريم. السؤال الآخر من الأخ أيمن من البصرة، يوم أمس اتصل، اللي أذكر سيدنا واللي كاتب عمله يطلب أنه 80 كيلو يقطع حتى يوصل إلى عمله، ومن داخل مركز عمله يوميا يروح إلى مجموعة مواقع عمل، أيضا كل واحد على موقع عمل الرئيسي 50 كيلو. يقول إحنا يعني شهر ونص بثلاث أسابيع، يقولوا صار لي أقل، أو عفوا بالشهر أقل من 10 سفرات. فبالنسبة للصوم والصلاة سيدي. حبيبي عزيزي، أنت تقول أنا طالع شهر ونص في موقع العمل وما قاعد في موقع العمل، من هنا وهناك في الحقول وفي الأماكن وواقع، فأنت دائم السفر في خلال الشهر ونص وترجع لبيتك 3 أسابيع. ففي واقع الحال أنت كثير سفر على ما ذكرت، لأنك كثير التنقل في المواقع المختلفة، وتنقلك في المواقع المختلفة لا يعني أنه هذا ليس سفرا. أنت لما تروح الموقع الرئيسي يقول سيدنا أنا مكتبي هنا، بس أروح إلى الرميلة، بعدين أروح إلى مثلا إلى للفاو، أطلع أروح مثلا في مكان، هذه كلها مسافات. فأنت تمارس السفر المتكرر يوميا، فأنت كثير سفر، فيصلي تماما في كل مكان. في كل مكان. أحسنتم سيد. الأخ أبو قاسم سأل عن الصلاة المستحبة في ليالي القدر اللي حضرتك أشرت إلها 100 ركعة، يقول بين كل ركعتين نقدر نتكلم؟ طبيعة الحال أنه الصلوات المستحبة ركعتين ركعتين، ولما نقول لك ركعتين يعني لما نقول السلام عليكم ورحمة الله يعني خلص الصلاة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم. فإذا نعم. سلمت خلص، تروح تأكل تشرب تروح الحمام تسبح أو تتوضى مرة ثانية، ما في مشكلة. لا يعني 100 ركعة واحدة ورا الثانية لا كلام لا كذا لا التفات، لا لا مو شكل. كل صلاة مستقلة عن صلاة الأخرى، يعني كل ركعتين مستقلة عن ركعة الأخرى، وهذا لا إشكال فيه. نفس الأخ سأل سيدنا ليلة 27، يقول هم بنسوي هذه الأعمال؟ عندنا نحن على حال الإمامية 12 لم يثبت بدليل أنه ليلة القدر ليلة 27 إلا بقول ضعيف جدا، ولم ترد الروايات على أن الأعمال التي نؤديها تؤدى في ليلة 27. إذن ليلة 19 وليلة 21 ليلة 23، هذه المروية عندنا الروايات المعتبرة. طيب الأخت رقية سيدنا بتها بالصف الثاني الابتدائي، لما نزل مستواها صارت ضربتها، وتقول حتى تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق. هي عندها سؤالين، أول شيء شو أسوي بالنسبة للضربة، ثانيا شنو نصيحة السيد بالنسبة حتى أرجعها تحب المدرسة؟ شوفي أختي، اسمحي لي شوي أتكلم في هذا المجال، لأن قضية تربوية قبل أن تكون قضية شرعية، والشرع هو تربية إنصافا. نعم. شوفي بابا، البناء كلش أصعب من التخريب. أنا عمارة ضخ ما أدري 50 طابق، خلي دانا ديناميت تحت الأعمدة أنزلها بأقل من دقيقة، أقل من دقيقة 50 طابق يصير ويا الأرض، تخريب كلش سهل. بس تعالي ابني عمارة 50 طابق في 50 شهر، 50 شهر. احنا عندنا الآن مجسرات في النجف صار 10 سنوات. مولانا البناء صعب، البناء جدا صعب. نعم. فأنتي سويتي، أنتي خربتي، اجيتي ضربتي البنت ضرب مبرح وأذيتيها، لأنتي قعدتي بجيتي عليها، هذا يعني أنتي في الواقع خربتي روحيتها، خربتي نفسيتها، خربتي واهسها للدرس. أصلا أنطيتيها إيعاز على أنه الدرس يعني عذاب، الدرس يعني عقاب، المدرسة يعني أكو تنبيه راح يجيك، تنبيه شديد، لذلك هي تخاف على أن تروح وقد تتراجع، تروح وقد ما تجيب درجة زينة، أنت راح تضربيها، صار في الله شعور عندها. نعم. وهذا جريمة، جريمة صارت كبيرة، فتحتاج إلى مدة. كما أن البناء يحتاج إلى مدة، تربية وإعادة ما خربتيه يحتاج إلى مدة، إلى وقت، أن شلون تكسبين ثقتها، شلون تبينين أنه أنت كنت خطأانة وذاك الأسلوب ما كان أسلوب صحيح، هذا يحتاج إلى مدة حتى تتلقى الطفلة أنه وهذا هو الأسلوب الصحيح وأنا لازم أبني على الأسلوب الصحيح.
أما مسألة الدية طبعا عليك دية تدفعيها إلى والدها يعني إلى ولي أمرها، ولكن إذا بلغت الطفلة إن شاء الله تعالى بتباري الذمة. ماما ضربت تششك، إذا قالت ماما مبرية الذمة فتبرى ذمتك وإلا فعليك ديتها. أحسنتم سيدنا. الأخ صاحب الرسالة الصوتية قال أنا صائم مصلي بس أنا تعليمي على قدي، فأشك بصلاتي، أقول خاف صلاتي مو صحيحة، خاف تلفظي قراءتي. هاي برسالة صوتية الرجل. شوف، على الإنسان ليس الإنسان إلا ما سعى. يعني أنت عليك أن تسعى أن تتعلم. تشك بقراءة الحمد مالتك، تعال يم أستاذ مرتضى يمي كذا سيدنا اسمع الحمد مالتي، اقرأ الحمد مالتي. شفت واحد عفوا تعال إذا ماكو زحمة أنا راح أتوضأ قدامك، شلون وضوئي؟ خلاص أنت اعرض عملك على واحد أهل دين وأهل يعني أهل إتقان حتى ترتاح. إيش قلت لطيف كان يجي للإمام الصادق، مولانا كيف نصلي؟ الإمام يقول جيبوا ماي، جيبوا الماي. الإمام كان يتوضأ قدامه، قال توضأوا كما تروني أتوضأ، تطبيق عملي، وصلوا كما تروني أصلي. فأنت سوي عملك هذا أمام واحد أهل معرفة وأهل يعني أهل ثقة، زين خلاص لا تجعل للشيطان على نفسك سبيلا. هذا الشيطان جاي وسوستك حتى يأذيك، وإذا أنت استجبت للشيطان راح يخليك ما تصلي بعد. واضح ابني؟ إذن شوف لك واحد أهل تقوى أقول له عفوا أنا بس راح أصلي قدامك، شوف صلاتي بها خلل لولا، إذا قال كلش ممتاز خلاص لا تستمع إلى نداء الشيطان الداخلي. أحسنتم سيدنا. رسالة من إحدى الأخوات تسأل تقول أغتسل بالأيام العادية وبعدها أصلي بدون وضوء. هي ما ذكرت ما بينت شنو نوع الاغتسال، بس احنا خلينا نوضح التفاصيل سيدنا. الغسل على قسمين، الأغسال التي تجزي عن الوضوء والأغسال التي لا تجزي عن الوضوء. الأغسال التي لا تجزي عن الوضوء هي الأغسال المستحبة أو المباحة سيدنا. المستحبة ما عنده غسل مباح، يعني قصدي الغسل المستحب اغتسال التنظيف، الإنسان ينظف نفسه، لا ذاك غسل. الغسل يعني مصطلح فقهي اللي هو العمل الذي يأتي به بنية، واضح. نية الاغتسال يسمى غسلا. أما الغسل السباحة لا، هي السباحة نحن لسنا في وادي السباحة. فالاغتسال الشرعي وهو الغسل الشرعي إما مستحب وإما واجب، الواجبات كلها مجزية عن الوضوء. المستحبات قسم مجزية وقسم ما مجزية، مثلا ليلة 23 من ليلة القدر الغسل مجزي، أو غسل الجمعة مجزي، معنى مستحبة مجزي. الأخت الكريمة إذا كان غسلك غسل واجب يعني غسل حيض أو غسل جنابة أو غسل نفاس، نعم ما يحتاج توضين. أما إذا كان الغسل لا، أنا والله غسلت بالحمام، هذا ما يجزي عن الوضوء، حتى لو تتنظفين بأفضل الصابون وأفضل الشامبو هذا لا يجزي عن الطهارة المعنوية، لأن احنا قلنا في بحوث سابقة الطهارة خبثية والطهارة حدثية. الطهارة الحدثية يعني طهارة معنوية، جسمي كله نظيف ولكن أنا مجنب، يعني ما علي لا جنابة ولا كذا ملابس مبدلها، بس أنا لازم أغتسل، واضح؟ الأخت الحائض تقول لا دم علي ولا كذا وأنا مبدل كل شيء يعني ما علي دم، بس أنت لازم تغتسلين غسل الحيض، هاي يسموها طهارة حدثية، والحدث لا يزيله إلا شنو؟ إلا الغسل طبعا الحدث الأكبر. أما الطهارة الخبثية لا، علي بول وغاط وكذا لازم أغسله وأزيله. فأنت إذا طهارة حدثية وكبرى يعني غسل فتجزي عن الوضوء. أحسنتم سيدنا. إحدى الأخوات الكريمات تقول أجد صعوبة أثناء الصلاة بالقيام كأنه، فتقول أستند للجدار أو للأثاث اللي داير مداري، فحكم هذا الاستناد سيدنا؟ لا إشكال في ذلك، من كان غير قادر على الوقوف للصلاة أن يستند على جدار أو على شيء من هذا القبيل للوقوف فما في إشكال. وإذا تشوفي نفسك كلش متأذاية حتى استنادك متأذاية اجلسي وصل. طيب الأخ حسن سيد مريض وأعتقد قال كلمة صرع أثناء اتصاله، يقول من أول رمضان وقعت خربطت وقعت، وراها أسبوعين هم مرة ثانية وقعت، يقول الطبيبة غيرت للعلاج وقالت لي لازم تفطر لأن العلاج هذا هواية أقوى.
على أي حال الأخ الكريم اتبع تعاليم الدكتور، فإذا كان وضعك الصحي لا يسمح فأنت معذور من الصوم، رب العالمين أعذرك وتلقى علاجاتك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعافيك، ولكن عليك القضاء إذا تعافيت إن شاء الله تعالى، عليك القضاء في الشهور القادمة قبل رمضان القادم. طيب، رسالة سيدنا من أحد الإخوان الكرام يقول: عملي يومي أكثر من 22 كيلو متر أقطعها، وصار لي نص سنة على هذا الحال، فيقول أنا سابقا كنت أصلي قصر، بالنسبة للسابق شنو، بالنسبة للاحق شنو؟ لا حبيبي، أنت كثير سفر ابني، ما دام أكثر من 22 تروح وأكثر من 20 ترجع، يعني أكثر من 45 كيلو جاء تروح يوميا، وهذا يعني أنت كثير سفر ابني. صلي تمام الصوم في كل مكان، تروح كربلاء، نجف، ديوانية، حل، أي مكان صلي تمام الصوم. وبالنسبة اللي كان يصليها قصر سيدنا تقضى يعني في هالحالة؟ نعم، إذا في هالحالة كنت تصلي قصر لازم تعيدها. طيب، أم جنات سيدنا تقول: من كان عمري 10 سنوات إحدى الأخوات انطتني فلوس جبت لها صمون، باوعت ما لقيتها فشلت الصمون، وهي طفلة بعقل الطفولة خالتها كأنه بمكان النفايات، تقول شنو أنا ضميري أنبني؟ على حال إن شاء الله ما عليك بابا فتشي، ولو كنت حطتها على الأرض أحسن حتى واحد يأخذها، عموما لا إشكال في ذلك، ولا تأذي نفسك إن شاء الله تعالى، الله يعطيك الإيمان والقدرة على أن تربي أولادك على ما ربيتي عليه. حسنتم سيدنا. الأخ الكريم سأل عن غسل الجمعة سيدنا، قال يصير يوم الخميس أغتسل بنية رجاء مطلوبية. عجبني الأخ، عجبني الأخ أنه تكلم عن كل حالات صلاة غسل الجمعة، أنه يوم الخميس بعنوان رجال مطلوبية، يوم الجمعة صباحا بعنوان الأداء، يوم السبت بعنوان القضاء، وهذا كله صحيح. يقول أنا أريد أغتسل كم مرة جمعة، يعني يوم الخميس بعنوان رجال مطلوبية، يوم الجمعة بعنوان كذا، هذه يمكن أو لا؟ يمكن ذلك، ولكن هل يجزي عن الوضوء؟ في كلام، يعني لما أنا أدي غسل الجمعة يوم الخميس برجاء المطلوبية، ويوم الجمعة أدي غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، هنا في كلام. بعض الإعلام قالوا أنه قد يكون ذاك الغسل كان هو مطلوب منك وقد ثبت، وتكراره على أي حال قد لا يكون له تشريع جديد. على أي حال فيما في إجزاء عن الوضوء في كلام، وإلا يجوز الإنسان أن يكرر غسل الجمعة. طيب سيد، بما أنه انتهت الأسئلة وعدنا تقريبا 5 دقائق أو أقل ربما، نعم، تكرر موضوع غسل الجمعة اليوم أكثر من مرة، فلا بأس بالإشارة إلى هذا العمل العبادي وأهميته. شوفوا أخواني، الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة لا تجزي عن الوضوء إلا الأغسال التي ثبت دليلها ثبوتا على حال دقيقا، وأدلة أدلة تامة. لأن يعني إحنا عندنا بعض الأشياء، يعني بعض المستحبات وردت بأدلة قد لا تكون تامة، ولكن من باب التسامح في أدلة السنن يمشوها الأعلام باعتبار أنها مستحبات، مستحبات لا يحتاج إلى التدقيق. نعم. أما كغسل الجمعة أو كغسل دخول الحرم أو غسل الإحرام أو ما إلى ذلك، وردت روايات أو أدلة قوية فذكر الفقهاء على أنها مجزية عن الوضوء. هذا كقضية. قضية أخرى أنه غسل الجمعة بحد ذاته في الواقع هو مستحب جدا، وورد في روايات على أنه من اغتسل غسل الجمعة سوف لا على حال لا تؤثر الأرض ببدنه في القبر، يعني سيبقى بدنه سليما كما ذكرت بعض الروايات، أنه لا تأكله الأرض ولا يندثر ولا يتفسخ بدنه، يبقى على ما هو عليه. هذا في الواقع أمر طيب، بس احنا يبقى بدننا أو ما يبقى بدننا، ولكن نفسه غسل الجمعة من المستحبات الأكيدة، يا ريت الإنسان على حال يلتزم به. وبعض الشباب أو بعض الأخوة يوم الجمعة هم عليه غسل جنابة وهم غسل جمعة، يقدر اثنينات البنية واحدة يحصل عليها، يعني يجمعهن اثنين بالنية. بل بل. نعم.
سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه الإجابات، على هذه المعلومات العامة. تحياتي. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، حياكم الله يحفظكم سيدنا. الشكر لكم أيضا مشاهدنا الكريم على طيب الاستماع والمشاهدة والمتابعة، لنا لقاء إن شاء الله في الغد، تقبل تحياتنا في رعاية الله وحفظه.